مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. يعني أول إشي أنا بحييكم إنه قدرتوا تجمعوا في يوم اللي فيه خمسة أعراس في شفا عمر وفي مناسبات تنتين كبار، قدرتوا تجمعوا هذا الكم من الناس، وهذا إذا دل على إشي بدل على مدى محبة الناس للجبهة ومدى انتمائها لهذا الحزب العريق. أخي محمد بركة أبو السعيد رئيس الجبهة، القيادة العريقة أبو الوليد، أخي وصديقي البروفيسور زاهر عزام، المحترمين الجميع مع حفظ الألقاب، إخوتي على المنصة، أخوي أبو التائر رئيس الجبهة في شفا عمر، والأخ زهير كركبي رئيس القائمة، ووسام حلاحلي، و مرام جنداوي، وجميل نجار الدكتور جميل، والأخ والصديق السكرتير الجبهة الواعد سري خورية الواعد. أكيد إخواني يعني بيسألوني ليش الجبهة. الجبهة خلينا نرجع للعمار، أنا بقول إنه الجبهة مدماك أساس في مجتمعنا العربي على مر العصور. ولما احنا بنحكي على الجبهة بنحكي على قيم وعلى مبادئ وعلى أسس لم تتغير منذ عشرات السنين. ليش الجبهة؟ لأنه الجبهة وواطها في كل حارات شفا عمر بدون استثناء، من دون تفرقة. ليش الجبهة؟ لأنه الجبهة فوق الذاتية والمصلحة الشخصية، الجبهة هي المصلحة العامة. لأنه هيك الجبهة إحنا لقينا بالشراكة هذه أساس لتطور هذا البلد. لما إحنا بنحكي على الجبهة بنحكي بحق وحقيق عن حزب عريق اللي وضع الوحدة الشفاعمرية في هذا البلد العريق فوق كل المساومات وفوق كل الاعتبارات. لما إحنا بنحكي على وحدة إحنا بنحكي على وحدة كل أهالي شفا عمر في كل أحياء شفا عمر. واللي بدي يحكي على الوحدة في شفا عمر بده يخطب في الميدان نفس خطابه بظاهر الكنيس ونفس خطابه بمرشان، مش بكل محل بدنا نحكي شكل تاني حسب الناس وحسب الحي الموجود فيه. أنا بشرفني حضوري هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع ووجود الجبهة في شفا عمر وحضورها القوي في المجلس البلدي في إدارة البلد هي أساس متدين لتطور هذا البلد. خلال هذه الفترة أنجزت في شفا عمر إنجازات عظيمة جدا لم تكن لتتحقق لولا الاعتبارات العامة للجبهة. وأنا بقولها بشكل واضح، الجبهة تنازلت عن الذات، عن المصالح الذاتية، عن الوظائف. وأبو السعيد وانا بنساش هذيك الفترة قال لي روح اسبح كون ائتلاف جيب ناس، احنا بدناش اشي، بدنا مصلحة البلد. احنا انجزنا كتير خلال هذه الفترة، احنا انجزنا ما لم ينجز عشرات السنين. احنا بنحكي على بلد امن، شفا عمر البلد الاكثر امانا في الوسط العربي، وبالرغم من التضليل اللي هو لغة هذا الشهر بل بالعكس لغة الأشهر السابقة والسنوات السابقة. يعني أنا بستغرب من مرشحي رئاسي ومرشح وعضوية اللي برنامجهم الانتخابي هو التضليل والكذب على المواطن، وأنا بتحداهن انشروا برنامجكم الانتخابي، انشروا برنامجكم العملي تطور هذا البلد. قلب الابيض اسود هذا هو برنامجهم، ومش شايف برنامج تاني انا، ولا باي حال من الاحوال عم نتطلع وعم نشوف برامج. بنحكي بلغات شتى في مواضع شتى ومختلفة. امن وامان هذا البلد توثيق شرطة هي اللي بتعطي التقارير، مش ناهض خازم ولا احمد حمدي ولا زهير كركبي. بناء الإنسان وارتفاع نسبة النجاح في البقرود
بأكثر من 30%. هذه كل واحد بيقدر يفوت موقع وزارة المعارف، وأنا بحكي على إثباتات وعلى وثائق وحقائق، إنه مدارس شفاء عمرو اليوم في المحل الأول والثاني والثالث في امتحانات النجاعة والنماء، هذا موثق في وزارة المعارف. إنه مدارس شفاء عمرو اليوم تنتين للسنة الثالثة على التوالي في أكبر مشروع وأكثر مشروع تكنولوجي متقدم في البلاد، استثمالي كل تلميذ، هذا واقع. بين 250 مدرسة شفاء عمرو المحل الأول والثاني على مدار 3 سنوات. إنه كان هناك 16 مليون شيكل استثمار في المنطقة الصناعية، كل واحد منا بيقدر يطلع المنطقة الصناعية ويشوف كيف كانت وكيف كيف اليوم موجودة. إنه إحنا نيجي نكمل بعد نكوم شوية زبالة بعد نتيجة الرافعة أو عربية زبالة تضبهن، نيجي نكومهن ونصورهن، كل واحد بيقدر يعمل اليوم هاي الشغلة. في ناس هيك عندها المستوى. هذا هو المستوى، وهذا هو اللي بيعملوه، تضليل خانق، تضليل المواطن من دون أي وثائق رسمية بالمرة. في تل أبيب، في حيفا، في واشنطن كنت غاد، وهذا هو مظبوط أبو السعيد، هذا شغل زبالي. إحنا اليوم ولأول مرة على مستوى الوسط العربي يصادق على إقامة منطقة صناعية لوائية مع إعادة 800 دنم من المنهال لمصلحة أهل شفا عامر ولشفا عامر وللمنطقة. هذه بدها توفر آلاف أماكن العمل. هدول بيحكوا شعارات، شعر وشعارات، وإنشاء وأدب. البلدية بدها إشي تاني، بدها وقائع، بدها حقائق، بدها مهنية. اليوم لما المنطقة الصناعية بدها توفر آلاف أماكن العمل، وأنا بحكي مش على حكي بالهواء، لا، اليوم في عنا صار مدير للمشروع، مدير للمشروع مهني جدا، اللي جبناه عشان يسخر كتير من البيروقراطية الموجودة في الدولة، وبنشتغل على مستوى جدا عالي. ومش بس بنشتغل على منطقة صناعية، حتى اللي خربوه على مستوى البيئة نجحنا انه احنا نحصل على ميزانية لإعادة السريس تبع شفا عامر وأشجار شفا عامر الى ما كانت عليه بالماضي، لانه بهمنا شفا عامر وبهمنا بيئة شفا عامر. اليوم لما احنا بنحكي على بنى تحتية، البلد الوحيدة في العصف الاخير اللي ما غرقتش شفا عامر. ليه؟ انا لما كنا نستثمر ملايين الشواقل في الوديان، في وادي سقيع ووادي الميدان ابو عفن، لما استثمرنا ملايين الشواقل كانوا يجي يقولوا لي شو انت عم بتطم مصاري تحت الارض. بس لما صارت العاصفه وتل ابيب غرقت وحيفا غرقت وكل القرى والمدن اللي حوالينا غرقت، قالوا اسا مزبوط، احنا في عنا رئيس بلدية، في عنا ادارة بلدية اللي بتفكر للمستقبل، وهذا اللي بنعمله احنا، بنفكر للمستقبل. حوالي 10 مليون شيكل بس لتصريف المياه، الامطار والسيول من الوديان ومن الاماكن المنخفضة. حوالي 50 مليون شيكل كان هناك استثمار في البنى التحتية غير المياه وغير الصرف الصحي. بيحكوا يعني انا بستغرب يعني من التضليل الكبير. واحد من المرشحين بيقول بدي ارجع اتحاد المياه، وابو السعيد هون بيعرف انه اللي بقرر القوانين في هذه الدولة هي الكنيسة. شو يعني انت فوق الكنيسة؟ ليش التضليل؟ ليش الكذب؟ واحد بيقول انه انا بدي ابطل المدير عام تبع الاتحاد، انا بعينه بدفي انا وياته انه نحدد سعر المي. طب نتنياهو بيقدرش يحدد سعر المي، رئيس الحكومة غير محول بتحديد سعر المي، لانه سعر المي يحدد عن طريق سلطة المياه في تل ابيب. هذا تضليل مخيف. هذا هدفه بس اشي واحد، الوصول الى الكرسي، بس لمجرد الوصول الى الكرسي مش لخدمة الناس. هذه المأساة اللي بتمر فيها بكتير من الأوساط
وشرائح من البلد. التضليل، اشتغلوا سنوات واشهر على التضليل، مياجن كذب وتضليل للمواطن. ولكن انا ثقتي كامله في المواطن الشفاء عمري، في ثقافه المواطن الشفاء عمري، في رؤيته الواضحه، عينيه مناح، بيشوف وبيقدر يميز. واللي بده يطلع على الشوارع، واللي بده يطلع على البلد، واللي بده يمشي بشوارع البلد ويشعر بالامن والامان، ويشعر بالانجازات الضخمه الكبيره اللي حققناها واللي اسسنا اليوم لانجازها في المستقبل، مش راح يكون مغشوش. الغشاوي بلشت تروح عن عيون الناس، وهذا واجبنا كلياتنا. تفضلوا اعرضوا برنامجكم، احكوا. اليوم لما بنحكي احنا عن ضرب الاديان، المناقصه بدها تكون في الاسبوعين الجايات يا زهير. 8 مليون شيكل. من وين مين اللي قدر يحصل هذا الاشي؟ بس الاداره الحاليه. 8 مليون شيكل اشتغلنا عليها 4 سنوات لاعاده شفا عمر الى ما كانت عليه قبل عشرات السنين. تاريخ شفا عمر من الحسبة، من الكنيسة للكنيسة للجامع، مرورا بالسوق القديم للقلعة، ومن القلعة للخلوة. بدنا نعيد الحجر القديم اللي كانه اللي بتذكروه الكبار، احنا بنتذكره ومشينا عليه. احنا بدنا نعيد اجواء شفا عمر كيف كانت في السوق القديم، في انك تفوت على السوق وتشم ريحة التاريخ، الحضارة، الثقافة. شفا عمر الموحدة، مش بالكلام والشعر والادب، بالحقيقه. احنا بنفخر اليوم انه شفا عمر بهذا المستوى. واليوم شفا عمر اصبحت نموذج في كل المكاتب الحكوميه، بايلوت في كل المؤسسات الحكوميه، تسميه شوارع وترقيم بيوت، مركزيه شفا عمر، مركز التشغيل اللي كانوا شبابنا وصبيانا ونسائنا ورجالنا واختياريتنا يروحوا يسجلوا بحيفا، اليوم كلهم بيسجلوا بشفا عمر في حي عين عافي. دخل لأهالي شفا عمر، 8000 انسان بدخل على شفا عمر كل اسبوع. التوجيه المهني لطيف، ولا بيعرفش ايش لطيف وانا بقولكم. هذه جمعيه اللي كمان كان بالصوره اخي ابو السعيد، كان في وضعية خاصة انه في بلد من البلاد كانت لازم تكون في عندها هذه الجمعية، ما قدروش يعطوهن الميزانية ورئيس البلدية مهما في اتخاذ القرار. اتصلت في الدكتورة المسؤولة وشرحت لي عن الوضع، قالت لي انه هذا الجمعية جمعية للحالات النفسية لتقييم لوضعية معينة لكل طالب أو لكل مريض بحاجة لهذا الوضع. قلت لها إيش مطلوب منا؟ قالت لي مطلوب منكم إيجار، ومطلوب منكم تحضرونا، ومطلوب منكم كذا وكذا. قلت لها شو المقابل؟ قالت من دون مقابل كل العلاجات وكل الكشفيات، من دون مقابل لأهل شفا عمر وخاصة للشرائح الضعيفة. على المحل صدقنا عليه، على المحل. قلت لها تعالي، في عنا إمكانية وكونوا موجودين عنا. ليه؟ لأنه حساسيتنا كتير كبيرة خاصة للشرائح الضعيفة. وأنا لما بحكي أنا بحكي أنا والجبهة والائتلاف البلدي. إحنا حكينا جسر الفجوات كمان للشرائح الضعيفة. مش مشكلة الشاب اليوم أو الطالب إنه أبوه في وضعية اقتصادية صعبة، عشان هيك استثمرنا ملايين الشواغل، جبنا لهم معلمين خاصين، معلمين اللي أعطوهن في مواضيع اللي هن فيها ضعاف على حساب البلدية. ما حدا عملها، ولكن إحساسنا اتجاه أبنائنا هو اللي خلاها نعملها. إحنا بنحكي زهير بنسى، زهير رئيس اللجنة المالية، BDI Business Data Israel، اللي هي أكبر مقيم لوضعية السلطات المحلية ولوضعية الشركات الكبرى في البلاد، أعطت شفا عمر 1 من 20 في حسن الإدارة في السنوات اللي احنا موجودين فيها بإدارة. هذا فخر. شفا عمر
ورئيس اللجنة الثقافية رئيس قسم الثقافة والفنون أبو التائر. في سنة 2010 قديش أبو التائر كان عندنا؟ 94 حدث. كل يوم والثالث 94 فعالية ثقافية اجتماعية سياسية طبية علمية. كل ثلاث أيام في معدل كان في عنا لقاء. حتى واحدة من المحاضرات ذكرت وصرحت إنه شفا عمر أصبحت عاصمة الثقافة العربية. ثقافة، أدب، انتماء، وحدة، تطور، بناء، هذا اللي بنبنيه شفا عمر، مش بالكلام الفاضي، مش بالحكي الفضفاض، مش بالشعر، مش بالشعارات الفاضي، مش بحكي بمحل شكل وبمحل تاني شكل تاني. احنا بنحكي اللي بنحكيه هون، بنحكيه في كل انحاء البلد، بنحكيه مبارح وبنحكيه اليوم وبدنا نحكيه للمستقبل. احنا اجينا لخدمة هذا البلد، لخدمة هذا المجتمع. احنا والجبهة جسم واحد، احنا والجبهة قلب واحد، قلبنا وعقلنا وذاتنا من اجل شفا عمر. يعطيكم العافية الجميع.